رشيدي محمد. شكرا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنفقدوا واحد القامه كبيره اللي بصمات في مسار القضاء ومسار النيابه العامه منذ ما يزيد على 50 سنه. سي حسن مطار كان صديق الدراسه وعرفته في عده مراحل وعرفته في ظروف صعبه، لكن كان دائما متشبث بتطبيق القانون واحترام حقوق الناس. كان نزيها، كان نقيا، كان تقيا، رحمه الله واسكنه فسيح جنته والى الدائج والى اليها مشعور. وتقدم بالتعازي للاسره الصغيره والاسره الكبيره المكونه من رجال العداله، سواء المحامين والقضاة وجميع المهن القضائيه. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.